نتابع المزيد من انتهاكات داعش في مدينة درعا، ولكن في الموضوع التالي انتهاكاته كانت ضد النساء، حيث خسرت آلاء عائلتها بعد اعتقال والدها من قبل قوات نظام الأسد ووفاة والدتها حزنا عليها. ليأتي تنظيم داعش ويزيد من معاناة آلاء باعتقال شقيقها وشقيقها الثاني، يعني شقيقيها علي وعبد الحي، وقتلهما بدم بارد. كما قام تنظيم داعش باعتقال آلاء لعدة أيام وتعذيبها. لم يبقى لهذه الفتاة أي شيء، فقررت الهرب إلى خارج بلدة الشجرة بسبب احتلالها من قبل التنظيم. ببداية الثورة اعتقلوا أبوي على حاجز درعا بسبب أن أخواتي مع الجيش الحر، أخذوا نزلوا من على الحاجز، وبعد ما اعتقلوا أبوي النظام من على الحاجز بسبب أخواتي أنه مع الجيش الحر، بعدها بفترة توفت أمي من زعلها علي، وبعد وفاة أمي صار تشكيل داعش عندنا بالشجرة، إجا لعنا واعتقلوا أخوي الكبير علي، بعد ما اعتقلوا أخوي علي صاروا كل يوم يداهموا الدار بدهم حمودة يا أخوي، ومرة من المرات إجوا داهموا البيت وهرب، وقدر حمودة أخوي يهرب من البيت، قاموا أخذوني أني، ظليت 4 أيام تحت التعذيب مشان يضغطوا على أخوي يسلم حاله. وبعد 4 أيام ظليت أني من تحت التعذيب أني وجيش حر مع أخوتي، والنهار الليلة الخامسة جابوا لي أخوي علي، نمنا أني ويا ليلة كاملة، ثاني يوم بالليل طلعوني، وبعد ما طلعوني بيومين قتلوا أخوي، بس الليلة اللي نمت مع أخوي ما كنت أعرف أنه آخر ليلة، ليلة الوداع.